المقارنه بقى بين الاسره، حضرتك بتتكلم في هذا الموضوع انه اسرى الحروب احنا ما بنقتلهمش، ولكن في لابد ان نعاملهم معامله حسنه ولا يجب ان نقتلهم. هو حضرتك بتقارن الاسرى بالارهابيين او بالمجرمين؟ خلينا نقول طيب الاسرى في قانون دولي بيحط قواعد للتعامل معاهم في الحروب، ده اولا. ايضا المجرم او الارهابي او المتهم في قواعد وقانون في كل دوله بيحط قواعد للتعامل ازاي محاكمته. تاني حاجه حضرتك بتقارن بين اسرى في حروب، حرب جيش بيحارب جيش، يا هقتله يا هيقتلني، حرب جيش، بتقارن دول اللي في الجيوش اللي بيحاربوا بعض ايا كان مين على حق ومين على باطل، وبين المجرمين او الارهابيين اللي بيستخبوا ويحطوا قنبله للنائب العام عند عربيته علشان يقتلوه ويستخبوا ونروح بعد كده نقبض عليهم ونحاكمهم، ولما يطلعوا ان هم مدانين يبقى نعدمهم، يبقى ده انتقام ويبقى ده قتل الاسرى. بتقارن هؤلاء بالاسرى، بتقارن من قتلوا في اسم كرداسه اللي قتلوا الناس بدم بارد وفضلوا يعذبوهم وشربوهم ميه نار بدل ميه، بتقارن دول باسرى حرب؟ اي حرب واي اسرى؟ هو يا ترى اللي راحوا قتلوا وعملوا الجرائم الارهابيه دي او جرائم اخرى، اللي قتلوا طفله ولا اللي راح اغتصب طفله عندها سنه ونص، يا ترى هو ده هو ما قداموش خيار تاني؟ يعني الجندي في الجيش ما قداموش خيار تاني غير انه لازم هيدخل المعركه ويحارب للدوله اللي هو بيحارب ليها لانه مؤمن بقضيته، وبالتالي هو يا قاتل يا مقتول قدام جيش اخر. لكن الارهابي او المجرم اللي بيروح يقتل يدخل على الناس بيوتهم ويقتلهم ويذبحهم بقصد، هو قدامه اختيار ان هو يقعد في بيتهم. هو اللي راح اغتال النائب العام قدامه اختيار ان هو ما يروحش يحط القنبله ويساعد ويقتل الراجل ويقعد في بيتهم. محدش اجبره على ان هو عايز يروح يقابل الحور العين. وبالتالي مقارنه المجرم والقاتل والارهابي تحديدا، لانه الحديث عن الان عن حكم الاعدام على اشخاص بيرتبط بارتباط قوي جدا بحكم الاعدام الاخير على قتله النائب العام المستشار هشام بركات رحمه الله وما تم في احداث كرداسه وغيرها من الجرائم الارهابيه. وبالتالي المطلوب ايه؟ المقارنه بين دول، ان دول اسرى؟ لا، دول مش اسرى، دول ارهابيين مجرمين بحكم المحكمه بعد قضيه ادينا لهم الحق ان هم يقفوا في المحكمه ويبقى عندهم دفاع والمستندات والاوراق والادله. وبالتالي المقارنه بين ان هو اسير واحنا نحن لا نقتل الاسرى، دي مساله غايه في الخطوره الحقيقه. دول مش اسرى. اسرى لمين يعني؟ وبعدين ما سمعتش يعني حد اتكلم عن الاسرى المصريين اللي قتلتهم اسرائيل، هل كان ليها حق انها تقتلهم في حروبنا الكثيره وتحديدا في 67؟ يعني الحديث الان عن حضرتك عايز تتحدث عن الاعدام كعقوبه في القانون، في بعض المجموعات وبعض الجماعات وبعض الجمعيات بتنادي في العالم كله مش بس في مصر، في الولايات المتحده الامريكيه، في اوروبا، في دول عربيه بتنادي بانه لا يكون هناك حكم اعدام وانه مساله مش انسانيه وانه يبقى في الحكم السجن مدى الحياه وما الى ذلك. دي مساله اخرى تناقش بشكل قانوني بشكل مجتمعي، لكن الحديث عن المقارنه ما بين المجرم القاتل اللي ثبت بالاوراق ان هو قاتل او ارهابي وانه اقارنه باسير حرب بجيش بيحارب جيش اخر، المساله دي غايه في الخطوره. ومع كامل الاحترام لهذا المقال ولشخص الاستاذ عز الدين، الحقيقه انه فيها مغالطات كثيره جدا، يعني لا يجب ان تمر كده مرور الكرام.